مرحبا، أهلا وسهلا بكم إلى درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم عن حرف جديد وهو حرف الهاء. حرف الهاء. حرف الهاء. لفظه ها ها ها. هو يشبه حرف الحاء لكن مختلف قليلا. حرف الهاء نرسمه بهذا الشكل ها أو بهذا الشكل. إذن نبدأ فيه من الأعلى اليسار إلى اليمين، ثم إلى اليسار، ثم نرسم دائرة، ثم إلى اليسار. هذا هو حرف الهاء. هذا هو حرف الهاء بهذا الشكل، من اليمين يسار إلى اليمين، ثم من اليمين إلى اليسار، ثم الدائرة، ثم إلى اليسار. هاء ممكن أن نرسمه بهذا الشكل، من الأسفل إلى الأعلى اليمين، ثم إلى الأسفل اليمين، ثم إلى اليسار، ثم الدائرة، ثم اليسار، بهذا الشكل، إلى الأسفل، ثم إلى اليسار، ثم نرسم الدائرة، ثم إلى اليسار. هذا هو حرف الهاء. حرف الهاء في أول الكلمة نرسمه بهذا الشكل، وممكن أيضا أن نرسمه بهذا الشكل، وممكن بهذا الشكل، وهو شكل جميل. ها ها ها. مثاله كلمة هدية. 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 إذن هذا هو شكل حرف الهاء في أول الكلمة، نرسمه بهذا الشكل متصل بما بعده. حرف الهاء في وسط الكلمة نرسمه بهذا الشكل، وممكن أيضا أن نرسمه بهذا الشكل، وأيضا ممكن أن نرسمه بهذا الشكل. نكرر، نرسمه بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل. ها ها ها. مثاله كلمة مهندس. 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 إذن هذا هو أو هذه هي أشكال حرف الهاء في وسط الكلمة. حرف الهاء في آخر الكلمة متصل بها، نرسمه بهذا الشكل. ها ها ها. مثاله كلمة فواكه. 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 إذن هذا هو شكل حرف الهاء في آخر الكلمة. نرسم حرف الهاء في آخر الكلمة وهو منفصل عنها بهذا الشكل، على شكل دائرة قريبا من الدائرة الصغيرة. مثاله كلمة مياه. 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 مياه جمع ماء. إذن آ في أول الكلمة هدية، آ في وسط الكلمة مهندس، ها في آخر الكلمة فواكه، ها في آخر الكلمة وهو منفصل عنها مياه. ننتقل الآن إلى لفظ حرف الهاء مع الحركات. نلفظ حرف الهاء مع حركة الفتحة القصيرة ها ها ها. مثاله كلمة هرم. 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 حرف الهاء مع حركة الضمة القصيرة نلفظه هو. هو. مثاله كلمة هدهد. 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 حرف الهاء مع حركة الكسرة القصيرة نلفظه هي. هي. هي.
مثاله كلمة هلال. هلال هلال هلال. إذن فتح القصيرة هرم، ضم القصيرة هدهد، كسر القصيرة هلال. حرف الهاء مع حركة الفتحة الطويلة نلفظه ها ها ها. مثاله كلمة هاتف. هاتف هاتف. حرف الهاء مع حركة الضمة الطويلة نلفظه هو هو هو. مثاله زهور زهور زهور. حرف الهاء مع حركة الكسرة الطويلة نلفظه هي هي هي. مثاله كلمة صهيل صهيل صهيل. صهيل يعني صوت الحصان. الفتحة الطويلة ها هاتف، الضمة الطويلة هو زهور، الكسرة الطويلة هي صهيل. حركة الفتحة القصيرة ها هرم، الفتحة الطويلة ها هاتف، الضمة القصيرة هو هدهد، الضمة الطويلة هو زهور، الكسرة القصيرة هي هلال، الكسرة الطويلة هي صهيل. انتهى درسنا لهذا اليوم. نرجو أن نلقاكم في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. مرحبا بكم، من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وننتظر منكم إعجابا وتعليقا لتشجيعنا. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته ليستفيد كل من تعرفون.